أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث والكلام في ضرورة الاشتراك اللغوي أو عدم ضرورة الاشتراك اللغوي. كان الكلام في الاشتراك والترادف، ودخلنا في الاشتراك اللغوي هل هو ضروري أو لا، و قلنا يوجد قول بأن الاشتراك ضروري، وجواب هذا القول سيكون في نقاط أولا وثانيا وثالثا. فكان الكلام في أولا إن أريد بضرورة الاشتراك ضرورة تعدد الوضع، ضرورة تعدد عملية الوضع، فقلنا لا ضرورة في هذا، أي الاشتراك ليس بضروري بهذا اللحاظ، بلحاظ تعدد الوضع، تعدد عملية الوضع. إذن القول بضرورية الاشتراك على هذا الفرض غير تام. القول الثاني أو ثانيًا قلنا إن أريد بضرورة الاشتراك ما يعم ويشمل الاشتراك الناتج من الوضع العام والموضوع له الخاص، أي يشمل هذه الحصة حصة الاشتراك الناتجة من الوضع العام والموضوع له الخاص، ويشمل حصة الاشتراك الناتجة من تعدد الوضع. فبلحاظ هذه الحصة الوضع العام، أي الاشتراك الناتج من الوضع العام والموضوع له الخاص، بلحاظ هذه الحصة طبعا هي جزء من الاشتراك، بالتأكيد هي لنقل إحدى حصتي الاشتراك. فإذا الاشتراك بلحاظ هذه الحصة فهو ضروري. إذا قلنا القول بضرورة الاشتراك تام إن أريد بالاشتراك ما يشمل ويعم الاشتراك الناتج من الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا ثانيا. ثالثا إن أريد بضرورة الاشتراك ضرورة الاشتراك باعتبار الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة فلا بد من وقوعها وحصولها. إذا أريد بالاشتراك هذا المعنى من الاشتراك، أي لا الاشتراك على نحو تعدد الوضع ولا الاشتراك الذي يشمل الاشتراك الناتج من الوضع العام والموضوع خاص، وإنما يراد بضرورة الاشتراك لأن الاشتراك وظاهرة الاشتراك هي الظاهرة، أي اشتراك اللغة واشتراك أو الاشتراك اللفظي هي الظاهرة الطبيعية في اللغة، تحصل طبيعة من الطبيعة، تحصل يعني مسألة طبيعية من الأمور الطبيعية التي لا بد وأن تحصل. إذن نقول ثالثا إن أريد بضرورة الاشتراك ضرورة الاشتراك باعتبار الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة فلا بد من وقوعها وحصولها، فإن القول بضرورة الاشتراك بهذا المعنى ممكن وتام، ويمكن تفسيره بما يلي. وطبعا نحن أيضا سنقول بأنه الحصة المتوقعة من الاشتراك هي ما تحصل
بصورة طبيعية. طبعا إذا إضافة إلى باقي الحصص التي تكون بصورة لنقل جعلية أو اعتبارية أو نحوها من أمور أو من مناشئ. إذن نقول القول بضرورة الاشتراك ممكن وتام، ويمكن تفسيره بما يلي. نقول، التفت جيدا إلى هذه النكتة العلمية، نقول إن كل اللغة، إن كل اللغتين لا تمثل مجتمعا واحدا. كل لغة، اللغة العربية لا تمثل مجتمعا واحدا، يعني لا تمثل تجمع وتكتل سكاني واحد له خصوصيات وله طبائع وله مواصفات وله تقاليد، لا، وإنما اللغة، كل لغة هي ناشئة من تجمعات متعددة. لاحظ الآن، يعني من يتحدث العربية لنقول العرب عبارة عن قبائل، عبارة عن مجتمعات، الآن عبارة عن دول، عبارة عن أقطار، عبارة عن بلدان. لكن سواء وضعت هذه الحدود أو لم توضع، المجتمع العربي عبارة عن تجمعات، عبارة عن قبائل، عبارة عن مناطق، يوجد عادات، تقاليد، طبائع، سلوك، منهج ومناهج في هذه القبيلة، في هذه المنطقة يختلف عن المنطقة الأخرى. وهذا الاختلاف الذي نشاهده بين المناطق، بين القبائل، بين التجمعات السكانية، بين المجتمعات الصغيرة في داخل المجتمع العربي وكذلك في داخل باقي المجتمعات، هذا الاختلاف حاصل وواقع ونشاهده ونلمسه الآن، فكيف قبل أن تكون الوحدة اللغوية لنقل أو التجمع على أساس اللغة أو على أساس القومية أو على أساس آخر من الأساسات التي تجمع مجاميع وتجمعات مختلفة، كيف قبل أن تتضح الصورة وتتغير الصورة بتغير المجتمع، بتطور العلم، بتطور وسائل العلم، بتقارب المجتمعات، بكتابة العلوم، بتنظير العلوم، بتبادل وسائل المعرفة. بالرغم من كل هذا الذي حصل نجد هذا الاختلاف، فكيف الأمر قبل هذه الفترة، قبل التطور العلمي، قبل الاحتكاك، قبل التواصل، قبل التكنولوجيا لو صح التعبير؟ إذن نقول إن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا. الآن قلنا طبائع وسلوك وغيرها من أمور وأوصاف ذكرت ومشخصات ومميزات، من هذه الأشياء أيضا اللغة، استعمال اللغة، استعمال الألفاظ، طريقة الوضع، عملية التفهيم، طريقة التفهيم، أسلوب التفهيم، وتلحق هذه طبعا التعليم ومناهج التعليم ونحوها ضمن المراحل التاريخية التي يمر بها الإنسان من مرحلة تعليم بسيطة إلى مرحلة تعليم متطورة كما في العصور الحالية. نقول إن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا، بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات، فاللغة تمثل تجمعات، تمثل وحدات بدائية، عشائر، قبائل، عشائر تنتمي إلى هذه اللغة. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول ندخل في تفسير هذه ضرورة الاشتراك بناء على كون الاشتراك ظاهرة طبيعية. نقول إن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا، بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات والوحدات البدائية التي تنتمي إليها كالقبائل ونحوها،
ومن الطبيعي، لاحظ من طبيعة الإنسان، من طبيعة البشر، أن الحاجات اللغوية في كل مجتمع، الحاجة اللغوية طبعا تتطور بتطور المجتمع، بتوسع المجتمع، باحتكاك المجتمع، بتقدم الزمن تحصل حاجة، كلما تحصل حاجة يسلك هذا المجتمع، يسلك هذا التجمع الأسلوب الذي يغطي هذه الحاجة، يسد هذه الحاجة اللغوية. يعني يتطور العلم، تتطور الوسائل الإنتاج، تتطور وسائل المعرفة، تتطور وسائل التجارة، وسائل السياحة، وسائل العلاقة الاجتماعية، تحتاج إلى وسائل للتفاهم. أيضا يتطور الدين، يتطور العلم، إذن وسائل للإفهام وللتفهيم. إذن حتى نفهم وحتى نفهم نحتاج إلى أن نضع اللفظ لمعنى، نضع الألفاظ للمعاني. إذن تحصل الحاجة اللغوية، كيف تسد هذه الحاجة؟ أظن بطبيعة الإنسان يسد هذه الحاجة اللغوية، هذا شيء طبيعي. كيف يسد هذه الحاجة اللغوية؟ بالوضع. ماذا يفعل؟ ينتخب لفظ، يضع اللفظ لمعنى. هذا في التجمع الأول. في التجمع الثاني الآن، يعني لننظر في عمق التاريخ، عمق الزمن، مراحل سابقة. في التجمع الثاني، في القبيلة الثانية، في المنطقة الثانية أيضا تحصل حاجة لما حصل من توسعة أو شمول أو تطور أو عمق أو دقة أو احتكاك أو نحوها في هذه المنطقة، وفي المنطقة الثالثة والرابعة وهكذا، في هذه العشيرة والعشيرة الأخرى والثالثة والرابعة، وفي هذه القبيلة والقبيلة الأخرى، وفي هذا التجمع وذاك التجمع وهكذا. إذن كل تجمع تحصل عنده حاجة لغوية، إذن كل تجمع بطبيعته هو إنسان ويريد أن يغطي، بل حتى الحيوانات تملأ الحاجة، تسد الحاجة. فإذن بطبيعة الإنسان يسد هذه الحاجة. فهذه الحاجة اللغوية تسد بأن يضع ألفاظ لمعاني، يشبع هذه الحاجة اللغوية بأن يضع الألفاظ للمعاني. الآن نقول، الآن قلنا ننظر في عمق الزمن، في الزمن السابق، في بداية اللغة، نقول وبما أن قوانين وقواعد اللغة المشتركة بين تلك التجمعات هي، يعني نقول العناصر المشتركة، الأواصر المشتركة هي قليلة أو بسيطة أو محدودة أو غير منظمة، غير منظمة، غير مدونة، غير محددة، غير واضحة، الأواصر المشتركة والعناصر المشتركة في اللغة. وبما أن الصلة اللغوية بين هذه التجمعات أيضا ليست صلة كاملة وشاملة، لا يوجد ضابط. يعني الآن يوجد ضابط الدولة والقانون والنظام، بل ربما الاستبداد والطغيان والإلزام والتعليم الإلزامي ونحوها من قوانين وعقوبة وقانون وضابطة وضوابط وغيرها من أمور تدفع بالإنسان نحو التعلم، نحو التعامل، نحو الفهم والإفهام، نحو التلقي والإلقاء. بالرغم من هذا نجد الاختلاف بين هذه العشيرة أو هذه القبيلة وتلك العشيرة أو تلك القبيلة، في هذه المنطقة أو هذه المنطقة، في الشرق لنقل في العراق، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، في الشمال، في الجنوب، في الجنوب بين هذه هذا التجمع، هذا التجمع، في هذه المحافظة، هذه المحافظة، تتميز هذه عن هذه. نقول الآن بالرغم من التواصل والآصرة والصلة في هذا المجتمع، في هذا البلد، ضمن قوانين معينة وضمن مناهج دراسية واحدة،
مكتوبة مطبوعة تدرس بالرغم من هذا نجد الاختلافات. فكيف الحال قبل مئات أو آلاف السنين؟ إذن اللغة غير مشتركة والاشتراك في اللغة غير واضح، محدود بسيط، والتجمعات لا يوجد بينها وبين التجمعات الأخرى صلة كاملة وشاملة من ناحية اللغة، لا هي اللغة مضبوطة ومدونة ومعروفة ولا المجتمعات متواصلة بهذا الاتجاه اللغوي. فهنا طبعا بحساب الاحتمالات نجد أو نتوقع أو نطمئن أو نتيقن بأنه سيحصل على نحو الاحتمال، أو نقول ليس على نحو الاحتمال وإنما نتيقن حصول هذا بحساب الاحتمالات، يعني نتوقع أن التجمع الأول سيختار لفظ عين، يعني أي لفظ على نحو الاشتراك، يختار لفظ مثل لفظ عين ويضعه لعين الماء، ونجد والمجتمع الآخر التجمع الآخر أيضا يختار لفظ عين ويضعه لعين النفط أو عين الذهب أو عين الإنسان، يحصل الاشتراك. طبعا في بنفس هذا اللحظة أيضا نتوقع حصول الترادف، يعني المجتمع أو التجمع الأول يستعمل ينتخب لفظ أسد ويضعه الحيوان المفترس، أي حق معنى الحيوان المفترس يضعه له لفظ الأسد، في مجتمع آخر للحيوان المفترس لا يضع لفظ الأسد، يضع لفظ الليث مثلا، فيحصل الترادف. إذن نقول ثالثا، إن أريد بضرورة الاشتراك ضرورة الاشتراك باعتبار الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة، أي لا بد أن تحصل، فلا بد من وقوعها وحصولها، نقول فإن القول بضرورة الاشتراك ممكن وتام، ويمكن تفسيره بما يلي. كيف يفسر؟ نقول إن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات والوحدات البدائية التي تنتمي إليها كالقبائل ونحوها. انظر كما قلنا، انظر في عمق التاريخ، انظر إلى السنوات السابقة، انظر إلى المجتمعات القديمة، هذا الحديث في بداية اللغة. ومن الطبيعي أن الحاجات اللغوية في كل تجمع تتجدد وتزداد باستمرار. وإذا نظرنا بعمق أبعاد في التاريخ طبعا نجد تجمعات عبارة عن أسر، يعني حتى ليس بوضوح القبائل بل أصغر من هذه القبائل بكثير، أسر مترامية الأطراف في التواجد ومتفرقة، فلا بد أن تكون عندها حاجة وحاجة طبعا تتناسب مع معيشة هذا التجمع الأسري لو صح التعبير. وفي التجمع الآخر والثالث والرابع وهكذا، يعني عندما نتصور تلك الفترة تكون العبارات عندنا أوضح. هنا نقول أن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات والوحدات البدائية التي تنتمي إليها كالقبائل ونحوها. ومن الطبيعي أن الحاجات اللغوية في كل تجمع تتجدد وتزداد باستمرار. ومن الطبيعي أن كل تجمع يتخذ طريقة في إشباع تلك الحاجات اللغوية، وبما أن قوانين وقواعد اللغة المشتركة بين تلك التجمعات تكون بسيطة ومحدودة، وبما أن الصلة اللغوية بين تلك التجمعات ليست صلة كاملة وشاملة، فإنه بحساب الاحتمالات نجد أنه من الطبيعي أن يقع، من الطبيعي أن يحصل، من الطبيعي أن يقع اختيار هذه المجموعة والتجمع على لفظ معين للدلالة على معنى
ويقع اختيار المجموعة والتجمع الآخر على نفس اللفظ للدلالة على معنى آخر، كما قلنا في العين، عين للماء وعين للعين الذهب وعين لعين النفط وعين للعضو الموجود في جسم الإنسان. نقول ومع اندماج الآن، مع اندماج الآن حصل الاشتراك، حصلت اللغة، حصلت الصلة اللغوية. نقول ومع اندماج حياة بعضهم ببعض، ومع اتحاد وانصهار هذه التجمعات في لغة واحدة، فإنه ظهر الاشتراك. واضح؟ وطبعا في الترادف أيضا يقال نفس الشيء. إذن عندي إذا أريد بالاشتراك تعدد، ضرورة تعدد، إذا أريد بضرورة الاشتراك ضرورة تعدد الوضع، ضرورة تعدد عملية الوضع، فهذا الاشتراك ليس بضروري. وإن أريد بالاشتراك ما يشمل الاشتراك الناتج من الموضوع العام والموضوع له الخاص، من الوضع العام والموضوع له الخاص، نعم، إن أريد بالاشتراك بضرورة الاشتراك ما يشمل الاشتراك الناتج من الوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا الاشتراك قلنا ضروري. وإن أريد بالاشتراك أو بضرورة الاشتراك باعتبار أن الاشتراك ظاهرة طبيعية، فأيضا نقول بضرورة حصول الاشتراك أو وقوع الاشتراك. طبعا ظاهرة طبيعية في اللغة هذا شيء واضح، لأن الكلام في الوضع وفي عملية الوضع في الدلالات الوضعية ودلالات اللفظية. إذن الآن ندخل في تنبيهات، تنبيه أول وتنبيه ثاني وتنبيه ثالث وتنبيه رابع. التنبيه الأول، نقول إنما ذكر من كون الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة ليس على نحو الحاصر، هذا الذي أيضا أشرنا إليه، قلنا حصة واضحة، حصة واقعة، ويوجد حصص أخرى ناشئة من مناشئ أخرى. نقول تنبيه، إنما ذكر، تنبيه أول، إنما ذكر من كون الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة ليس على نحو الحصري، أي ليس بنشوء أو لنقول عفواً، أي ليس نشوء الاشتراك محصورا بتلك الظاهرة الطبيعية، بل يمكن أو يمكن افتراض نشوء، بل يمكن افتراض نشوء الاشتراك من عملية لغوية واحدة، أي مجعولة بجعل الجاعل والواضع، ممكن هذا الأمر طبعا. إذن ليست هي الطريقة الوحيدة، يعني الاشتراك ونشوء الاشتراك من الظاهرة الطبيعية وحسب ما بيناه ليس هو الطريقة الوحيدة في نشوء الاشتراك، بل ممكن أن يكون بوضع الواضع بجعل الجاعل، بعملية جعل من الواضع ومن الجاعل. فالاشتراك مثلا في الأعلام الشخصية في بيئة واحدة، بل حتى في عائلة واحدة، وكذلك في عائلة واحدة متصور واقع، يسمي الابن، يسميه علي علي علي، يسميه عليا عليا عليا، أو يسمي محمد ومحمد، يسمي محمدا ومحمدا، يعني عندما نقول محمد لنقول كما نفعل عندما نقرر بين قوسين حتى نخلص من إشكالات اللغوية الرفع والنصب وما يرجع إلى هذا. إذن فالاشتراك في الأعلام الشخصية في بيئة واحدة وكذلك في عائلة واحدة متصور وواقع، وكذلك الفرض والتصور في أسماء الأجناس ونحوها من المعاني التي يوضع له اللفظ على نحو الاشتراك، يعني لفظ الأسد يشمل هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد، لفظ الإنسان يشمل هذا وهذا 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 وهذا، أيضا على نحو الاشتراك.
أو يطلق على هذا ويطلق على هذا ويطلق على هذا، أو يدل على هذا ويدل على هذا ويدل على هذا، أو موضوع لهذا وهذا وهذا على نحو الاشتراك. ويبقى قلنا لا مناقشة في المثال، مجرد لتقريب الفكرة. إذن نقول تنبيه أول، إن ما ذكر من كون الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة ليس على نحو الحصري، أي ليس نشوء الاشتراك محصورا بتلك الظاهرة الطبيعية، بل يمكن افتراض نشوء الاشتراك من عملية لغوية واحدة أي مجعولة بجعل الجاعل والواضع. فالاشتراك في الأعلام الشخصية مثلا في بيئة واحدة وكذلك في عائلة واحدة متصور وواقع، وكذلك الفرض والتصور في أسماء الأجناس ونحوها من المعاني التي يوضع لها اللفظ على نحو الاشتراك. هذا التنبيه الأول، انتهى. التنبيه الثاني، نفس الكلام في الضرورة والظاهرة الطبيعية. هذا القول يعني بناء على الاشتراك وضرورة الاشتراك هو ظاهرة طبيعية، أي في ثالثا ذكرناه. نقول نفس الكلام في الضرورة والظاهرة الطبيعية، أين يقال؟ يقال في الترادف كما قيل في الاشتراك. نفس الكلام في الضرورة والظاهرة الطبيعية يقال في الترادف، ويقال بضرورة الترادف باعتباره الظاهرة طبيعية لغوية. كيف نقول؟ فيمكن أن يقال نفس الكلام، يقال فيمكن أن يقال، سنفصل في الترادف. هذا الكلام في التنبيه الثاني، فيمكن أن يقال القول بضرورة الترادف باعتباره الظاهرة الطبيعية في اللغة ممكن. القول بضرورة الترادف باعتباره ظاهرة طبيعية في اللغة ممكن، يعني القول مبتدأ وممكن خبر. القول بضرورة الترادف باعتباره ظاهرة طبيعية في اللغة ممكن وتام، ويمكن تفسيره بما يلي: إن كل اللغتين لا تمثل مجتمعا واحدا، بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات والوحدات البدائية التي تنتمي إليها كالقبائل ونحوها. نفس الكلام أبدلنا بدل الاشتراك نذكر الترادف، وما يرجع إلى ترادف. إن كل لغة لا تمثل مجتمعا واحدا، بل مجتمعات صغيرة بعدد التجمعات والوحدات البدائية التي تنتمي إليها كالقبائل ونحوها. ومن الطبيعي أن الحاجات اللغوية في كل تجمع تتجدد وتزداد باستمرار، ومن الطبيعي أن كل تجمع يتخذ طريقة في إشباع تلك الحاجات اللغوية. وبما أن قوانين وقواعد اللغة المشتركة بين تلك التجمعات تكون بسيطة ومحدودة، وبما أن الصلة اللغوية بين تلك التجمعات ليست صلة كاملة والشاملة، فإنه وبحساب الاحتمالات نجد أنه من الطبيعي يقع اختيار هذه المجموعة والتجمع على لفظ للدلالة على معنى معين، ويقع اختيار المجموعة والتجمع الثاني على لفظ آخر للدلالة على نفس المعنى، كما قلنا في مثال الأسد والليث بالنسبة للحيوان المفترس. ومع اتحاد وانصهار هذه التجمعات في لغة واحدة، فإنه ظهر الترادف. التنبيه الثاني انتهى. إذن عندي تنبيه أول، بينا فيه بأن الاشتراك ليس هو فقط عبارة عن ظاهرة طبيعية وناشئ من هذه الظاهرة الطبيعية، لا، بل ممكن أن يكون له منشأ آخر. وأيضا بينا أن ما يقال في الظاهرة الطبيعية وضرورة الاشتراك بناء على أن الاشتراك ظاهرة طبيعية يقال في الترادف، وأن الترادف هو ظاهرة طبيعية. وهو ضروري بهذا اللحاظ.
نأتي إلى التنبيه الثالث. الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع. هل ينافي الاشتراك حكمة الوضع؟ يقول لماذا نحن نضع على نحو الاشتراك؟ نحن عندما نضع ونلتجئ نقول حاجة لغوية ونسد هذه الحاجة بالوضع، والاشتراك لا يسد الحاجة، يبقى الأمر معلقا وغير واضح وغير مفهوم. إذن الوضع على نحو الاشتراك يكون لغوا ولا يعقل اللغوية من العقلاء من الواضع العاقل، لأنه ينافي حكمة الوضع، فلا يمكن أن يحصل الاشتراك. نقول لا، هذا الكلام مدفوع. إذن نقول في التنبيه الثالث، الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع. تحت هذا العنوان نقول لا يقال إن الاشتراك في اللغة ممتنعون لأنه لغو، وذلك لأن الحكمة والغرض المطلوب والمترتب على الأوضاع اللغوية هو إفهام المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا الكلام ليس جوابا، ربما حصل لبس في هذا الأمر، هذا الكلام كأنه تبرير لصاحب القول. يعني لا يقال، وبعد هذا يبدأ الكلام، لا يقال إن الاشتراك في اللغة ممتنع لأنه لغو، وذلك لأن الحكمة والغرض المطلوب والمترتب على الأوضاع اللغوية هو إفهام المعنى الموضوع له اللفظ. ومن الواضح أن إفهام المعنى بنفس اللفظ متوقف على أن يكون المعنى متعينا لا مرددا بين معاني متعددة، وفي الاشتراك يبقى المعنى مرددا بين معاني متعددة. إذن هذا لغو لا فائدة فيه لا ثمرة فيه، إذن هو لغو. إذن هذا هو الكلام، لا يقال. واضح المسألة الآن؟ هذا هو الإشكال. نقول لا يقال لأنه يقال، فما هو ما هو القول الذي يجب أن لا يقال؟ نقول لا يقال ونضع نقطتين، لا يقال نضع نقطتين، إن الاشتراك في اللغة ممتنع لأنه لغو، وذلك لأن الحكمة والغرض المطلوب والمترتب على الأوضاع اللغوية هو إفهام المعنى الموضوع له اللفظ، وإن ومن الواضح أن إفهام المعنى بنفس اللفظ متوقف على أن يكون المعنى متعينا لا مرددا بين معاني متعددة. هذا هو الإشكال. جواب الإشكال، أو قلنا لأنه يقال، لا يقال لأنه يقال. ماذا يقال؟ لأنه يقال يكفي أن الوضع يحقق جزء العلة، يحقق جزء الغرض، يحقق الخطوة أو يحقق خطوة في الغرض. لأنه يقال أنه يكفي في الحكمة والغرض المطلوب من الوضع أن يكون الوضع اللغوي محققا لجزء العلة في إفهام المعنى الموضوع له. يعني أنا بدل ما أجعل المقابل أو المتلقي يتصور في ذهنه ربما لنقل 100 معنى، فأستعمل مثلا لفظ العين، أحصر من 100، أحصر ذهن المكلف أو ذهن المتلقي ب5 معاني مثلا أو بمعنيين. إذن انتقلت بذهن المتلقي أو في الإفهام إلى درجة أفضل من تلك الدرجة، كانت ب100 معنى مشوشة ومرددة، الآن صارت مرددة بين معنيين أو بين 3 معاني. وبعد هذا أحتاج طبعا إلى قرينة لكي أثبت في أحد المعنيين مثلا. إذن لأنه يقال إنه يكفي في الحكمة والغرض، يكفي في الحكمة والغرض المطلوب من الوضع أن يكون الوضع اللغوي محققا لجزء العلة في إفهام المعنى الموضوع له، أي يكفي الإفهام الإجمالي بمعنى صلاحية اللفظ لأن يكون دالا على المعنى الحاصل من اللفظ ولو إجمالا، حتى لو انحصرت بين معنيين أو 3 معاني أو أكثر، أي يدل اللفظ على أكثر من معنى. وتبقى الحاجة طبعا إلى قرينة أخرى، أي الجزء الآخر للعلة لتعيين إرادة
أحد هذه المعاني أو أحد المعنيين. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع تحت عنوان إمكان الاشتراك والترادف نظريا أي ثبوتا. الآن بينا قبل قليل الترادف، وقوع الترادف، وقوع الاشتراك، ضرورة الترادف، ضرورة الاشتراك أي ضرورة وقوع الترادف وحصوله، ضرورة وقوع الاشتراك وحصوله. وكأن الكلام هناك كان في الإثبات، في الواقع لو صح التعبير. الآن سننتقل للحديث عن الاشتراك والترادف في هذا التنبيه في الجانب النظري، في الجانب الثبوتي. الآن إذا ثبت عندي استحالة الاشتراك أو استحالة الترادف ثبوتا أو نظريا، علي أن أرجع إلى الخلف وأفسر ما ذكرت سابقا، أو أوجه ما ذكرت سابقا، أو أرفع الشبهة لو كنت قد اشتبهت سابقا، أو أرفع الخطأ لو كنت قد وقعت في الخطأ سابقا. واضح؟ يعني الآن أبحث ثبوتا ونظريا، أقول يمكن القول أنه إذا ثبت، إذن في التنبيه الرابع تحت عنوان إمكان الاشتراك والترادف نظريا أو ثبوتا، يمكن القول أنه إذا ثبت استحالة الاشتراك أو الترادف ثبوتا فإنه يكشف عن الخطأ والشبهة التي وقعنا فيها في البحث. الخطأ أو الشبهة، شبهة في التفسير، شبهة في التطبيق، فإنه يكشف عن الخطأ والشبهة التي وقعنا فيها في البحث الإثباتي الوقوعي، فلا بد من تصحيح ذلك. أما إذا أثبتنا الإمكان الثبوتي فلا إشكال في الإثبات وما ذكرناه سابقا، لا إشكال فيه. إذا نقول أما مع الإمكان الثبوتي فلا إشكال في الإثبات وفيما ذكرناه سابقا. الآن ندخل نقول بناء على نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد، فإنه يمكن تصور الاشتراك والترادف نظريا وثبوتا. إذن بناء على نظرية الاعتبار، لاحظ كم صار معنا الاختلاف في نظريات الوضع وأدى إلى الاختلاف في مباني أخرى. إذن أساس ترتب عليه نتائج مختلفة، اختلاف في الأساس في اختلاف في النتائج. إذن نقول بناء على نظرية الاعتبار ونظرية القرن الأكيد فإنه يمكن تصور الاشتراك والترادف نظريا وثبوتا. إذن لا إشكال في الكلام السابق، إذا أمكن الاشتراك والترادف في العالم النظري أو في عالم النظرية والثبوت وأثبتناه وقوعا وإثباتا، فلا إشكال في الكلام في الوقوع والإثبات. أما بناء على نظرية التعهد فيمكن الإشكال في ذلك، حيث يقال نشكل على نظرية التعهد، هل يمكن لصاحب نظرية التعهد أن يتصور الاشتراك والترادف؟ نحن في الوقوع قلنا موجود اشتراك وترادف. ثبوتا بناء على نظرية التعهد لا يمكن. هل تريد تستطيع أن تفسر؟ هل تستطيع أن تذكر الاشتراك؟ صاحب نظرية التعهد لا ينكر الاشتراك والترادف، إذن النظرية باطلة، انتهى الأمر. إذا كانت النظرية تامة لفسرت الاشتراك والترادف في الخارج، أو لفسرت بأن هذا ليس باشتراك ولا ترادف، فهي لا تستطيع أن تفسر ولم تعطي التفسير ولا تستطيع أن تبطل الاشتراك والترادف في الواقع وفي الخارج، إذن النظرية غير تامة. إذن نقول أما بناء على نظرية التعهد فيمكن الإشكال في ذلك، حيث يقال أليف إن التعهد إذا كان بصيغة هذه الشرطية، بهذه الصيغة، بصيغة بين قوسين نضع هذه الصيغة،
كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له، كلما جاء باللفظ، إذا جاء باللفظ أو كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له. هنا نقول فإنه يبطل الاشتراك. لماذا؟ لأنه طبق هذه، كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له، إذن كلما جاء بلفظ عين قصد عين الإنسان وعين الحيوان الفلاني وعين الماء وعين الذهب وعين النفط وهكذا. هل فعلا هو عندما يأتي بعين يريد ويقصد كل هذه المعاني؟ لا، هو يقصد أحد المعاني. نقول إذن يبطل الاشتراك. نقول أليف إن التعهد إذا كان بصيغة كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له فإنه يبطل الاشتراك، لأن الاشتراك يستلزم فعلية كل التعهدين في مورد ذكر اللفظ المشترك لوقوعه شرطا في التعهدين معا، لوقوعه شرطا في التعهدين معا، أو لوقوعه شرطا في كل التعهدات إذا كان يعني الاشتراك أكثر من معين وأكثر. إذا كان الاشتراك بين معنيين، أو اللفظ موضوع لمعنى ومعنى آخر، أو كان اشتراك اللفظ موضوع لمعنى ومعنى آخر وآخر وآخر وهكذا، أي أنه يتعهد بقصد كلا المعنيين فعلا، أو يتعهد بقصد كل المعاني فعلا، وهذا خلف لأنه يتعهد بقصد أحد المعنيين فعلا وليس كل المعاني، أو ليس المعنيين فعلا وإنما هو أحد المعنيين، أي وليس المقصود المعنيين فعلا. باء، هذا أولا. إذن بناء على أن التعهد هو أو التعهد بصيغة كلما جاء باللفظ قصد معناه الموضوع له يبطل الاشتراك. وإذا كان التعهد بصيغة باء، وإذا كان التعهد بصيغة بين قوسين كلما قصد المعنى جاء باللفظ الدال عليه، هنا ماذا يبطل؟ يبطل الترادف، لأنه لو قصد الحيوان المفترس فعليه أن يأتي بلفظ الأسد والليث والحيدرة والحارث ونحوها أو غيرها، إذا كانت تنطبق هذه العناوين أو غيرها على مورد الترادف في الحيوان المفترس. نقول باء، وإذا كان التعهد بصيغة كلما قصد المعنى جاء باللفظ الدال عليه، فإذا قصد الحيوان المفترس جاء بلفظ ليث ولفظ أسد وغيرها من الألفاظ التي تدل على الحيوان المفترس. نقول هل هذا فعلا يحصل؟ لا، لا يحصل، هو يأتي بلفظ واحد، إذن يبطل الترادف. وإذا كان تعود بصيغة كلما قصد المعنى جاء باللفظ الدال عليه فإنه يبطل الترادف، لأن الترادف يستلزم فعلية كلا التعهدين في مورد قصده المعنى لوقوع قصد المعنى شرطا في التعهدين، وهو قصد المعنى. إذن فعلية الاتيان بالأسد تتحقق، فعلية يعني فعلية الاتيان بلفظ الأسد، فعلية الاتيان بلفظ الليث أيضا تتحقق وهكذا، أي أنه يتعهد بذكر كلا اللفظين أو ذكر كل الألفاظ أو كل الألفاظ فعلا، وهذا خلف لأنه يتعهد بذكر أحد اللفظين أو أحد الألفاظ مثلا. طبعا يبقى نقاش في هذا، وكيف ممكن أن ندافع عن أصحاب نظرية التعهد وما هي الإشكالات أيضا التي تسجل، هذا شيء آخر. انتهينا من الترادف والاشتراك، ندخل في موضوع آخر في عنوان آخر، ولا زال الكلام في التمهيد، ولا زال الكلام في الدلالة قبل أن ندخل في الاستعمال. تحت عنوان الدلالة على المعنى المجازي نقول أو أقول الدلالة على المعنى المجازي هي دلالة اللفظ على معنى لم يكن هذا المعنى مدلولا لللفظ بحسب القانون اللغوي الأول العام. سنعرف قانون لغوي أولي ماذا نقصد به،
والعام هذه ضمن القوانين العامة والقواعد اللغوية العامة والضوابط العامة التي ترجع للغة والعرف. إذن نقول الدلالة على المعنى المجازي هي دلالة اللفظ على معنى لم يكن هذا المعنى مدلولا لللفظ بحسب القانون اللغوي الأول العام. هذه العبارة أنا حصرتها بين قوسين، عبارة لم يكن هذا المعنى مدلولا لللفظ بحسب القانون اللغوي الأول العام. إذن الدلالة على المعنى المجازي هي دلالة اللفظ على المعنى، وهذا المعنى لم يكن هذا المعنى مدلولا لللفظ بحسب القانون اللغوي الأول العام. وهذه الدلالة، هذه الدلالة على المعنى المجازي، وهذه الدلالة الناشئة من أين نشأت هذه الدلالة؟ من وجود علاقة بين هذا المعنى أي المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي وهو مدلول اللفظ الأولي. لاحظ قلنا بحسب القانون اللغوي الأولي، إذن عندي مدلول لفظ أولي وعندي مدلول لفظ لنقل ثانوي. الأولي هو الحقيقي المعنى الحقيقي، ومدلول اللفظ الثانوي هو المعنى المجازي. إذن أكرر مرة أخرى، أقول الدلالة على المعنى المجازي هي دلالة اللفظ على معنى لم يكن هذا المعنى مدلولا لللفظ بحسب القانون اللغوي الأول العام. وهذه الدلالة ناشئة من وجود علاقة بين هذا المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي وهو مدلول اللفظ الأولي. المعنى الحقيقي هو مدلول اللفظ الأولي، هذا وهو مدلول اللفظ الأولي أي المعنى الحقيقي. إذن هذه الدلالة من أين نشأت؟ الدلالة على المعنى المجازي ناشئة من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالدلالة على المجاز تعتبر دلالة ثانوية، هناك مقابل أولية، دلالة ثانوية متفرعة. إذن والدلالة على المجاز تعتبر دلالة ثانوية ومتفرعة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. إذن لفظ يدل على المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي له علاقة بالمعنى المجازي، له ملازمة مع المعنى المجازي، فالمفروض أن نزيح المعنى الحقيقي كمدلول، يبقى المعنى المجازي هو المدلول. يعني نستعمل لفظ أو يستعمل اللفظ، يوجد قرينة تقول هذا ليس لا يراد منه المعنى الحقيقي، إذن يراد منه المعنى الآخر المجازي. الأقرب فالأقرب، هذا يأتي تفصيله. فالدلالة على المجاز تعتبر دلالة ثانوية ومتفرعة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. حقيقة المدلول تحت عنوان أيضا الكلام أيضا في الدلالة على المعنى المجازي. حقيقة المدلول المجازي أو حقيقة مدلول اللفظ أو حقيقة مدلول مرحلة عقلية، أي إما أو. ماذا نقصد بهذا الكلام؟ لاحظ حقيقة المدلول المجازي هذا العنوان، أو يطرح بهذه، نقول هل المدلول المجازي هو مدلول لللفظ أو هو مدلول لمرحلة عقلية؟ صارت المسألة واضحة عندك؟ دفع إن شاء الله التشويش. أن نقول حقيقة المدلول المجازي، ما هي حقيقة المدلول المجازي؟ هل هو مدلول لللفظ أو هو مدلول لمرحلة عقلية؟ نقول مدرسة السكاكي، مدرسة السكاكي تقول بأن المدلول المجازي هو مدلول عقلي ادعائي وليس مدلولا لفظيا مباشرا. هذا ما يقوله أتباع السكاكي. فأنكر السكاكي أن يكون المجاز من باب الاستعمال لللفظ في غير ما وضع له المعنى. إذن جماعة السكاكي، السكاكي يقول بأن المدلول المجازي هو مدلول لمرحلة عقلية وليس لمرحلة اللفظ، وليس هو مدلولا لللفظ، ليس مدلولا لفظيا. فالمدلول اللفظي هو المعنى الحقيقي، انتهينا منه.
يقول اللفظ يدل على معناه الحقيقي دائما، لا يوجد لفظ يدل على المعنى المجازي، لكن في المرحلة العقلية يستفاد المعنى والمدلول المجازي. إذن نقول مدرسة السكاكي، ويقابل مدرسة السكاكي المشهور وهو المختار طبعا. مدرسة السكاكي نقول تقول المدلول المجازي مدلول عقلي ادعائي وليس مدلولا لفظيا مباشرا. أنكر السكاكي أن يكون المجاز من باب الاستعمال لللفظ في غير ما وضع له من المعنى، أي أنكر أن يكون المدلول المجازي مدلولا لفظيا مباشرا، بل اعتبره من باب الاستعمال لللفظ في المعنى الحقيقي. قال هذا اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، فالمدلول هو مدلول لفظي مباشر واستعمال في المعنى الحقيقي. أما العناية والتجوز فهو أين؟ ليس في المدلول اللفظي، فهو في التطبيق، أي في ادعاء تطبيق ذلك المعنى الحقيقي على غير واقعه في الخارج. فالمدلول المجازي هو مدلول لمرحلة عقلية وراء مرحلة مدلول اللفظ. فعندما نقول هذا أسد، هذا هو المقصود. عندما نقول أسد على رجل نقول أسد، فقد استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس، هذا هو مقصود السكاكي. دائما يقول استعمال الأسد يكون في الحيوان المفترس حتى لو استعملناه واردنا به رجل الشجاع. يقول يراد به بل هو استعمل في المعنى الحقيقي، أي الأسد أي الحيوان المفترس، وانتهى الأمر. هذا الاستعمال اللغوي. لكن يقول في مرحلة لاحقة، في مرحلة مترتبة على تلك المرحلة، أي في التطبيق، ندعي بأن هذا الرجل الشجاع هو من أفراد الحيوان المفترس، فينطبق عليه لفظ الأسد. واضح؟ وسعنا في التطبيق لو صح التعبير، أن الاستعمال حقيقي لكن يوجد تصرف في المرحلة العقلية في التطبيق. إذن عند السكاكي العناية والتجوز في التطبيق، في ادعاء تطبيق ذلك المعنى الحقيقي على غير واقعه في الخارج. فقال الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس ينطبق على زيد الشجاع. فالمدلول ادعاء طبعا تجوزا وادعاء، فالمدلول المجازي هو مدلول لمرحلة عقلية وراء مرحلة مدلول اللفظ. أما المشهور والمختار فنقول إن الأصل في التجوز، إن الأصل في التجوز رجوعه إلى المدلول اللفظي ومرحلة الاستعمال، وليس إلى المدلول العقلي الادعائي ومرحلة التطبيق، لا، بل هو يرجع إلى المدلول اللفظي وإلى مرحلة الاستعمال، وليس إلى المدلول العقلي ومرحلة التطبيق. أيضا في الدلالة على المجاز، أيضا نذكر هذا العنوان الفرعي، منشأ الدلالة على المجاز، من أين تنشأ الدلالة على المجاز؟ منشأ الدلالة على المجاز أولا القرينة. قيل إن الدلالة على المجاز تنشأ من القرينة، من القرينة تنشأ الدلالة على المجاز. القول الثاني قيل بأن منشأ الدلالة على المجاز هو الوضع للمعنى الحقيقي، الوضع للمعنى الحقيقي هو المنشأ للدلالة على المجاز، وهذا هو المختار طبعا.
أي قيل إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. القول الثالث وضع جديد مستقل، أي إن الدلالة على المعنى المجازي تنشأ من وضع جديد مستقل غير الوضع للمعنى الحقيقي. إذن الآن نقول هل القرينة هي المنشأ للدلالة على المجاز، أو نحتاج إلى وضع خاص وضع جديد هو المنشأ للدلالة على المجاز، أو أن الوضع الحقيقي هو المنشأ للدلالة على المجاز فلا نحتاج إلى وضع آخر؟ يأتي الكلام في هذا الأمر في منشأ الدلالة على المجاز. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.